ثوابه. لم يعد الفنان الشاب أحمد فتحي يدرس وحيدا في قسم الموسيقى بمعهد جميل غانم، فبعد عام من انتهاء الحرب في هذه المدينة أصبح المعهد يغص بمختلف طلاب الفن. في ترتيبات الآن لنشاط المعهد مرة ثانية، وعدد التخصصات الخاصة الذي بعد الحرب من ضرب المعهد. انتعاش المعهد أتى بعد فتح الدورات التدريبية ليتزامن الطلاب المتفرغون للفن مع الهواة، ما أحدث الفارق بعد سنوات من الركود. عمل دورات خاصة تابعة للمحافظة مجانية بثلاث الأقسام، قسم الموسيقى والفنون التشكيلية والمسرح، والآن دورات هذه استقطبت كثير من المواهب. آلات موسيقية مختلفة يتدرب عليها عشرات الطلاب من الجنسين، بالإضافة إلى بقية الأقسام من مسرح وفنون تشكيلية بأنواعها. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.